تحية الثورة والنضال نبعثها لجماهير الانتفاضة السودانية كافة، وفي مثل هذا اليوم نرفع قبعاتنا تحية وإجلالا لأبطال ملحمة ديسمبر، كما نخص بالتحية طلائع هبة ديسمبر من الشباب والنساء والأطباء والمهنيين الذين تقدموا صفوف الانتفاضة وواجهوا رصاص النظام الغادر بصدور عارية. نحن في الحركة الشعبية لتحرير السودان ننظر للأزمة الماسلة باعتبارها جزءا من قضية واحدة بالأطراف والمركز وممتدة منذ الاستقلال، حيث تتعلق بفشل النخبة الحاكمة في إدارة التنوع والتعدد الموجود في البلاد، وهذا دفع النخبة لتبني سياسة فر التسر باعتبار أن التعدد نقمة في نظرها، وقد ترتب على ذلك تهميش سياسي واقتصادي وثقافي ونوعي وجهوي، لكن من غير أن يدروا إن هذا التهميش اتسعت دائرته حتى شملت أقرب الأقربين لهم ثقافيا وجغرافيا، الأمر الذي قاد إلى الحروب الأهلية والانقلابات العسكرية والديكتاتورية وانتهى لهيمنة الحزب الواحد والانفراد بالسلطة. الانفراد بالسلطة وغياب الديمقراطية شجع الفساد بكافة أشكاله وألوانه، والذي قاد بدوره إلى الانهيار الاقتصادي الماثل في بلد يدعي البعض أنه سلت غذاء العالم العربي. ولكن المفارقة التي نشاهدها اليوم هي أن يتحول المواطن السوداني بفعل سياسات مافيا الإسلام السياسي إلى جائع مهدر الكرامة لا يستطيع تأمين قوت يومه رغم كل تلك الموارد الوافرة في السودان. وبناء على ما ذكرت نعلن لكم أن المعركة واحدة وتهم كل مواطن سوداني، وهي معركة بين السودان القديم القائم على الأحادية والإقصاء والديكتاتورية والسودان الجديد الذي يقوم على العلمانية والديمقراطية وبما يضمن التداول السلمي للسلطة والشفافية والمحاسبة. وهنا نفيدكم بأننا في الحركة الشعبية نعي بأن أكثر من 95% من المواطنين السودانيين يعانون التهميش ولو بدرجات مختلفة، وعليه نطالبك أيها المواطن السوداني سواء كنت في المركز أو الهامش لتحديد موقعك في خارطة التهميش. هل أنت مهمش اقتصاديا؟ وفي هذا نرى أن أكثر من 95% من السودانيين مهمشين اقتصاديا بغض النظر عن انتمائهم العرقي أو الديني أو اللغوي أو النوعي أو الجهوي من قبل هذا المركز الظالم. وبدرجات أخرى فإن أعداد كبيرة من السودانيين مهمشين اجتماعيا أو ثقافيا أو سياسيا أو نوعيا أو جهويا بجانب التهميش الاقتصادي، ومنهم من يعاني من كافة أشكال التهميش هذه مجتمعة وبشكل مركب. نحن في الحركة الشعبية نرى أن كل السودانيين بمختلف توجهاتهم السياسية مطالبون بالمشاركة في الانتفاضة ضد ما فيها الجبهة الإسلامية القومية التي اختطفت البلاد وأفقرت السودانيين عبر الفساد والنهب والحروب وجوعت الأطفال والنساء والعجزة وكل الفئات عديمة الحيلة والتي لم تتمكن من أو لم تجد فرصة للهجرة والاغتراب خارج البلاد، كما فعل ما يقدر بثمانية مليون سوداني وسودانية من الذين فروا من جحيم الظلم الذي يمارسه هذا النظام الجاسم على صدور السودانيين لثلاثة عقود. نحن في الحركة الشعبية لتحرير السودان أول من استشعرنا عن جهية وغطرسة النظام الإخواني وعدوانيته، بل ولجوئه للعنف كمصدر أوحد للمشروعية في مواجهة الشعوب السودانية المهمشة لحدم حقوقها.
لذلك لجأنا لحمل السلاح من أجل انتزاع الحقوق ورد المظالم دون إغفال لوسائل النضال الأخرى كالانتفاضة والعمل الدبلوماسي في مواجهة الصلف واستبداد نظام الجبهة الإسلامية. وبما أن الظروف الملائمة قد تهيأت الآن لتفعيل وسيلة النضال الجماهيري عبر الانتفاضة الشعبية، فنحن نرى ضرورة تصعيدها لتحقيق التكامل بينها وبين وسائل النضال الأخرى الفاعلة منذ العام 1989 بهدف اقتلاع جماعة الإسلام السياسي التي استبدت بالسلطة ومزقت السودان وتسعى لتفتيت ما تبقى منه بأجندتها الفاشية الدكتاتورية. نحن ندرك جيدا أن الجبهة الإسلامية قد استخدمت سلاح فرق تسد وعملت على تقسيم السودانيين، ولكن نفس الجبهة الإسلامية بأجنداتها تلك قد هيأت ووفرت من الشروط ما يدفع السودانيين للتوحد اليوم على أرضية صلبة من النضال المشترك لاقتلاعها من السلطة مرة واحدة وإلى الأبد. عليه أدعوكم جميعا كسودانيين نساء ورجالا لتحطيم وتخطي الحواجز التي صنعها المركز، سواء كانت عرقية أو دينية أو جهوية أو ثقافية أو نوعية، والتوحد في هذا المنعطف التاريخي واستجماع قوانا وطاقاتنا لإزالة هذا النظام الفاشل، ذلك من أجل إفساح المجال لإحداث تغيير جذري وحقيقي يتيح الفرصة لوحدة صحيحة تقوم على أساس العدالة والمساواة والحرية، وتمكن السودانيين من تجاوز المشروع الأحادي الإقصائي الذي ما زال يهدد وحدة ما تبقى من البلاد. وبناء سودان علماني ديمقراطي يقوم على التداول السلمي للسلطة والشفافية والمساءلة، نظام جديد يفتح الآفاق لتنمية شاملة ومستدامة في بلد جميل قابل للحياة، يعمل على توفير متطلبات الرفاهية لكل مكوناته. ومن هذا المنطلق أناشد جماهير الحركة الشعبية بالنزول إلى الشارع والمشاركة الفاعلة في الملحمة الوطنية دعما للانتفاضة الشعبية ومعركة الكرامة والحرية. لا يفوتني أن أدين بأقصى العبارات العنف المفرط لعناصر النظام الإسلامي من جهاز الأمن الشعبي والجناح المسلح لطلاب الحركة الإسلامية ضد جموع المتظاهرين العزل وضربهم بالرصاص الحي. وبهذا الخصوص أناشد جميع المجتمع الدولي بضرورة المتابعة والمراقبة اللصيقة للتطورات الجارية في السودان والضغط على النظام لإرغامه على احترام حق المدنيين في التظاهر والتعبير بالوسائل السلمية لرد الحقوق، كما أناشد كافة القنوات والوكالات الإعلامية بالعمل المستمر على تغطية الحراك الجماهيري مع رصد وتوثيق انتهاكات أجهزة النظام القمعية ضد المواطنين العزل. وختاما لابد لي من الإشادة بقرار العناصر الوطنية داخل القوات النظامية بالانحياز للجماهير وتأييد مبادئ العدالة والحرية، كما أناشدهم بالتقدم خطوات في اتجاه حماية الشعب من الاستهداف من قبل فرق الموت المتنكرة في زي الشرطة والمندسة بالزي المدني في أوساط المتظاهرين والتي تتبع لجهاز الأمن الشعبي سيء السمعة والفرق الجهادية التابعة لطلاب الحركة الإسلامية. عاش كفاح الجماهير السودانية الحرة، النضال مستمر والنصر أكيد. عبد العزيز آدم الحلو رئيس الحركة الشعبية والقائد العام للجيش الشعبي لتحرير السودان شمال.